السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من صدى الأقلام، حيث نستعرض لكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية. في حلقة اليوم سنغطي الصحافة والمقالات التي تناولت الجهد الوطني والحملة الوطنية التي طالبت بها هيئة علماء المسلمين في العراق لوقف حملة الإعدامات في السجون العراقية. تابعونا بعد الفاصل. البداية من افتتاحية صحيفة الميثاق الوطني التي تشير إلى تزايد عمليات الإعدام المسجلة في العراق، وتعزو ذلك إلى حكومة الإطار الطائفية الانتقامية. وتذكر التقارير أن هناك 8000 معتقل من العرب السنة يواجهون حملات إعدام جماعية في السجون الحكومية. المقال ينتقد أساليب انتزاع الاعترافات تحت التعذيب في السجون العراقية، واستنادا إلى وشاية المخبر السري، بالإضافة إلى قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض الذي يستهدف العرب السنة. وتوصي اللجنة الدولية بإسقاط مفوضية حقوق الإنسان في العراق لتواطؤها مع هذه الانتهاكات. ويبرز المقال أيضا التنديدات الدولية ودعوات المنظمات لوقف هذه الممارسات. كانت هيئة علماء المسلمين في العراق عبر مسؤول القسم السياسي فيها الدكتور مثنى حارث الضاري قد دعت إلى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة شؤون المعتقلين العراقيين في السجون الحكومية الذين يتعرضون لأبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، مع اتساع تنفيذ الإعدامات الباطلة التي يوقع عليها الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد ووزارة العدل في حكومة السودان بعد أحكام يصدرها القضاء في العراق وفق قانون الإرهاب سيء الصيت، بعد انتزاع الاعترافات بالتعذيب المميت والتهديد لاعتقال النساء من ذوي المعتقلين. وإننا في الميثاق الوطني العراقي إذ نرحب بهذه الدعوة الوطنية ذات الأبعاد الإنسانية، فقد شرعنا بتكثيف العمل المستمر لإنقاذ المعتقلين وتدويل قضيتهم العادلة وإيقاف جريمة اغتيالهم عبر الإعدامات الممنهجة ذات التوجهات الطائفية، فهم من المكون السني الكبير في العراق، وتم إصدار الأحكام التعسفية بالإعدام أو السجن بالمؤبد أو الفترات الطويلة بسبب وشاية المخبر السري الذي لا تعرف هويته ولا يمتلك أدلة على اتهاماته، وإنما تنتزع الاعترافات من المتهمين وفق 5 مراحل من التعذيب. نطالع أيضاً مقالاً للكاتب الدكتور يحيى السنبل في صحيفة الميثاق الوطني، حيث يناقش الكاتب النهج الطائفي الذي يستهدف العرب السنة في العراق، عاداً هذا النهج أنه مدعوم من الولايات المتحدة وإيران. يشير المقال إلى أن الإعدامات والتعذيب ينتشر كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية في ظل صمت دولي وغياب العدالة الحقيقية، ويشدد الكاتب على ضرورة وجود رادع حقيقي يعيد التوازن المجتمعي ويحقق العدالة في العراق، مؤكداً أن استمرار الاستهداف والقتل والتغييب يعمق الانقسامات الطائفية ويضعف الهوية الوطنية للعراق. المقال يوضح أن استهداف السنة جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير الهوية العراقية وتوطيد النفوذ الإيراني. إن المد الطائفي الذي طغى على الحالة الوطنية في العراق جاء في ظل رعاية الاحتلال الأمريكي وحلفائه للعراق، وقد مارس أشد أنواع الجرائم والتغييب القسري وحملات الإبادة الجماعية أمام مرأى العالم ومنظمات النفاق والدجل الدولي دون أي حسيب أو رقيب. وما فضيحة سجن أبو غريب وجرائم القتل المتعمد والسطو المسلح على العراق ومنشئاته ومؤسساته إلا جزء يسير من هذا المسلسل الذي رسمه الاحتلال الأمريكي لتمزيق النسيج الوطني العراقي وتفتيت لحمته الاجتماعية. فكانت أحكام الإعدام وتغييب عشرات الآلاف من العرب السنة إلا حلقات في سلسلة الإجرام الذي قامت به أمريكا وحليفتها إيران العدو التاريخي للعراق،
وبمباركة أنظمة الحقد الغادرة من المتربصين بالعراق وشعبه. أما حملات استهداف الوطنيين وحفلات الإعدام التي تقيمها حكومات أحزاب الفساد والجواسيس ستبقى مستمرة تحت رعاية دولة الإرهاب والإجرام أمريكا وحلفائها، وفي مقدمتهم التي وجدت الفرصة الذهبية لتمزيق العراق والاستئثار بثرواته والتسيد على حكوماته من أحزاب الجواسيس المسبحين بحمد مرشد ثورة الظلام في قم. إن عمليات الإعدام المتواصلة منذ عام 2003 على يد الاحتلال الأمريكي وحليفته إيران عبر ميليشياتها وحرسها الثوري وحكومات الاحتلال المتعاقبة والتي تستهدف العرب السنة دون غيرهم يأتي وفق خطة منهجية أقرها الاحتلال وحلفاؤه لإنهاء الدور السياسي والاجتماعي في العراق. ونقرأ مقالاً للكاتب محمد الجميلي في صحيفة الميثاق الوطني سلط فيه الضوء على استمرار الإعدامات في العراق تحت غطاء قانون الإرهاب. ينتقد الجميلي النظام القضائي المحطم في العراق الذي يستخدم التعذيب لانتزاع الاعترافات وينفذ الإعدامات دون مراعاة لأبسط معايير العدالة. يبرز المقال تنديد المنظمات الدولية بهذه الممارسات ويشير إلى بيان منظمة العفو الدولية الذي وصف الإعدامات الأخيرة بالمروعة وطالب بوقفها فوراً. ويؤكد الجميلي أن الإعدامات تتم سراً لتجنب ردود الفعل، وأن النظام الحاكم يستخف بكل التقارير التي تنتقد غياب العدالة. كما يلفت المقال إلى حالات وفاة المعتقلين أثناء التحقيق بسبب التعذيب الوحشي. الإعدامات في العراق باتت تنفذ سراً وبدون سابق إنذار، ولا إعلام لعائلات المعدومين ولا محاميهم لتجنب ردود الأفعال من بعض المنظمات الحقوقية وهيئات حقوق الإنسان، مما يؤكد أن النظام الحاكم في العراق يستخف بكل التقارير التي تنتقد العدالة الغائبة وبيانات المنظمات الحقوقية التي تطالبه بإعادة محاكمة المتهمين وفق شروط العدالة، بعد أن تأكد العالم كله أن اعترافات المتهمين جرت تحت التعذيب والتهديد بالانتقام من عائلاتهم وزوجاتهم، وفي غالب الأحيان يجري توقيعهم على مستندات وهم مغمضو العينين لا يعرفون مضمونها ولا ما كتب فيها. في ظل انعدام المصداقية والشفافية في عمل وزارة العدل في النظام القمعي الحاكم في العراق، لا يعلم على وجه التحديد عدد المحكومين بالإعدام في سجن الحوت بالناصرية سيئ الصيت، ولكن تقديرات منظمات حقوقية تشير إلى أن العدد يفوق 8000 محكوم. ولا تسأل عن أعداد المخبرين السريين الذين فبركوا التهم لهؤلاء الأبرياء، ولا عن تحقق شروط العدالة المعتبرة عند التحقيق معه، ولا التعامل الإنساني الذي تفرضه القوانين والشرائع في التعامل حتى مع الأعداء. فكيف بالذين لا جريرة لهم سوى شهوة الانتقام من المتحكم بالسلطة في البلد المنكوب؟ وفي الإطار ذاته نتناول مقالاً للكاتب جاسم الشمري في صحيفة الميثاق الوطني الذي يناقش فيه تطبيق العدالة وعقوبة الإعدام في العراق. يشير المقال إلى الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والتعسف في تطبيق القانون، مما يؤدي إلى إعدام أبرياء بناء على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب. ويؤكد الشمري أن عقوبة الإعدام في العراق باتت غير منضبطة بقوة وبوضوح ضمن إطار القانون، مطالباً بوقف هذه الإعدامات ومراجعة الأحكام الصادرة لضمان العدالة والمساواة أمام القانون. المقال يسلط الضوء على تصريحات المنظمات الحقوقية التي تدين ممارسات التعذيب والتعسف وتطالب بإصلاح النظام القضائي العراقي. عقوبة الإعدام في العراق صارت من العقوبات غير المنضبطة بقوة وبوضوح ضمن إطار القانون، ولهذا صرنا نسمع بحالات إعدام جماعية وفردية ولأناس لا علاقة لهم بالإرهاب والتخريب.
وقد اعتقلوا من الشوارع والمنازل واتهموا بالإرهاب وحكموا بالإعدام وربما نفذ بهم الحكم. وبهذا الخصوص قالت منظمة آفاد الدولية بأن السلطات العراقية أقدمت على تنفيذ حملة إعدامات بالجملة بتاريخ يوم الأربعاء 19 من الشهر السادس 2024، والذي يوافق رابع أيام عيد الأضحى. وبحسب المعطيات المتوفرة من عين المكان، يظهر جلياً من تدقيق القوائم أن المذكورين فيها هم من محافظات معينة ومن مكون طائفي واحد هو المكون السني، وتأكيداً للحالة السقيمة في إجراءات التحقيق وصولاً لحكم الإعدامات، أصدرت أكثر من 16 منظمة حقوقية عراقية وأجنبية بياناً شديد اللهجة يوم 22 من حزيران يونيو. وقد بيّنت المنظمات في بيانها أن المشهد الإنساني في العراق لا يبدو بخير مع استمرار تنفيذ أحكام الإعدام مع منع الاستعانة بالمحامين للدفاع عنهم. ختاماً نقرأ مقالاً للكاتب أحمد صبري في صحيفة الميثاق الوطني، حيث يتناول فيه الانحدار القيمي والأخلاقي في العراق، ويدعو إلى حملة وطنية مناهضة للإعدامات والانتهاكات. يؤكد المقال أن التعذيب وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه أصبح منهجاً متبعاً في السجون العراقية وسط تجاهل للمناشدات الدولية. ويشدد صبري على أهمية الجهد الوطني في كشف هذه الانتهاكات ووقف مسلسل الإعدامات الظالم، ويشير إلى دعوة هيئة علماء المسلمين في العراق إلى حملة وطنية لوقف الإعدامات والتصفيات الجسدية وتفعيل الجهود الوطنية لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات والعمل على إيقافها. المقال يبرز أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لإنهاء هذه الممارسات الوحشية في العراق. هذا الإعلان جاء في ختام ندوة القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق بعنوان نحو جهد وطني واسع لإيقاف حملات الإعدام والتصفية الجسدية في العراق، لتسليط الأضواء على جملة من الحقائق في المشهد العراقي، ولا سيما ما يتعلق بالتطورات المصاحبة لجرائم الانتهاكات والإعدامات في السجون الحكومية. إن نسبة كبيرة من المعتقلين الذين أعدموا هم ممن اعتقلتهم السلطات الحكومية تحت ذريعة تأمين عقد اجتماع القمة العربية في بغداد في آذار مارس من سنة 2012، وهم منذ ذلك الحين محتجزون ويتم إعدامهم تباعاً بعد سلسلة من عمليات التعذيب والانتهاكات بمختلف صورها وأنماطها. تنبع أهمية إطلاق الحملة الوطنية لمناهضة الإعدامات والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون الحكومية من كونها صرخة تمثل موقف قطاعات كبيرة من العراقيين، والحاجة لتسليط الضوء على ما يجري في المعتقلات مع استمرار عمليات الإعدامات، ما يستدعي جهداً وطنياً جامعاً لكشف ما يجري في السجون ووقف الإعدامات في بلد كان مثالاً ونبراساً للإنسانية التي تعلمت منه أولى حروف الكتابة وأبجديات القانون. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. ومن العراق وحملة الإعدامات الظالمة إلى أطفال غزة، فقد تضرر جميع سكان قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي المتواصل وتداعياته الكارثية، حيث
أو لكن الضرر على الأطفال مضاعف، وفي بعض الأحيان لا يمكن تخيل حجمه أو تبعاته، حيث فقد أكثر من 10,000 طفل حياتهم وأصيب أكثر من ضعف هذا الرقم، وبات عشرات الآلاف مهجرين، والكثير منهم يعيشون في خيام لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة الأساسية. فقد بعض الأطفال ذويهم أو أصدقائهم وجيرانهم، كما فقد الكثير منهم منازلهم ومدارسهم، أيضا أغراضهم الشخصية وألعابهم، وفقدوا الأمن والاستقرار. والآلاف من الأطفال في غزة حاليا مضطرون للقيام بمهام لا تتحملها أجسادهم الصغيرة، مثل توفير الطعام والماء لأسرهم أو رعاية أطفال أصغر منهم من عائلاتهم. رغم كل ذلك، ما زالت هناك مظاهر لهو طفولية في القطاع شبه المدمر، وما زال الأطفال يتمسكون بالحياة من خلال ممارسة ألعاب بسيطة أو أنشطة عفوية، وبعضهم يحافظ على سلامة لعبته المفضلة ويحملها معه في كل نزوح جديد. والآن نتابع معكم مشاهدين الكرام فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. إعلان انتخابات مبكرة وإلغاء الملك تشارلز جميع زياراته ورحلاته المقررة لتجنب أي عمل قد يصرف انتباهه عن العملية الانتخابية. ترقب كبير للانتخابات البريطانية، فماذا نعرف عنها؟ في البداية، البرلمان البريطاني يتكون من غرفتين، الأولى مجلس العموم ومقره في لندن. يتكون أعضاؤه من النواب المنتخبين يمثلون 650 منطقة في المملكة المتحدة، والتي تسمى دوائر انتخابية. كل دائرة يمثلها نائب واحد في البرلمان. بموجب نظام يسمى الانتخاب التعددي، يصبح المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات نائباً عن تلك المنطقة. تكون مهمة النواب النظر في القوانين والسياسات وإقرارها. يتبع أغلب النواب حزباً سياسياً، إلا أن البعض يقدم نفسه مرشحاً مستقلاً. الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات يكلف بتشكيل الحكومة، سواء بمفرده أو بالتحالف مع أحزاب أخرى، شريطة أن يحظى بدعم أكثر من نصف أعضاء البرلمان. الأحزاب السياسية الثلاثة الأكبر في بريطانيا هي حزب المحافظين، حزب العمال، والحزب الليبرالي الديمقراطي. كل الأحزاب تدعم مرشحاً في كل دائرة من الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد. الغرفة الثانية من البرلمان هو مجلس اللوردات، يعين بالكامل من قبل الملك بناء على توصيات رئيس الحكومة، ولا ينتخب أي من أعضائه. من يمكنه التصويت؟ بما أنك مواطن بريطاني أو مواطن مؤهل من الكومنولث أو مواطن من جمهورية إيرلندا ولك عنوان سكن في المملكة المتحدة، تبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر وسجلت في لوائح الناخبين، يمكنك التصويت. ويمكن لجميع مواطني المملكة المتحدة الذين يعيشون في الخارج التسجيل للتصويت، طالما أنه لا توجد مشاكل قانونية بحقهم. ماذا يحدث بعد إعلان نتائج الانتخابات؟ بعد فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية، يطلب الملك تشارلز من قصر باكنغهام من زعيم الحزب الحائز على أكبر عدد من الأصوات أن يصبح رئيساً للوزراء ويشكل الحكومة. وعند حصوله على الموافقة، وهي عملية إجرائية، يتوجه إلى مبنى رقم 10 في شارع داونينغ، مقر الوزارة وسكن رئيس الوزراء. وعادة يقف رئيس الوزراء الجديد خارج المبنى ويلقي كلمة عن خطط حزبه في السنوات القادمة. وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.